وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة العلوم التطبيقية الدكتور خليل إبراهيم السامرائي. مساء الخير دكتور خليل. مساء النور دكتور. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قال لدى وصوله إلى الرياض أن اجتماع اليوم يجسد وحدة الهدف والمصير المشترك، ويأتي انطلاقا من المسؤولية الكبيرة والدور الحيوي الذي يقوم به مجلس التعاون على مختلف الأصعدة. كيف تقرأ مضامين هذا التصريح وأهميته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أخي أن قمة مجلس التعاون الخليجي 39 تعتبر اليوم حدثا مهما لما تواجهه من أهداف مهمة ترتبط بمستقبل ليس فقط دول مجلس التعاون، وإنما مستقبل الوطن العربي أولا ومستقبل المنطقة ثانيا. كما نعلم أن المنطقة ملتهبة وفيها مشكلات كبيرة ونواجه تحديات كبيرة، ومجلس التعاون الخليجي يعتبر في الوقت الحاضر محور النظام الإقليمي العربي، ولذلك نحن يعني نستطيع أن نسمي هذه القمة قمة الأمل العربي في أن تلتفت التفاتة واضحة في تفعيل النظام الإقليمي العربي. لدينا مصر، لدينا الأردن، لدينا السودان، يجب أن نفعل هذه العناصر في النظام الإقليمي العربي. علينا أن نواجه الأزمة، مشكلة الأزمة السورية، علينا أن نواجه مشكلة الأزمة في اليمن. مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر وإن شاء الله يستطيع أن يتغلب على مشكلة أزمة قطر. نعم. لأن مجلس التعاون الخليجي لا يقوم على تناغم أو على اتساق سياسي بحت، وإنما يقوم على عمق وتعاون ومشاركات اقتصادية عميقة، ويقوم على بنى دفاعية وعسكرية متطورة لمواجهة ملفات خطيرة، يعني من في مقدمتها ملف الإيراني والسياسة الإيرانية في التدخل وفي بث اللا استقرار في المنطقة. دكتور خليل، على يعني على ضوء ما تفضلت به، لا شك هنالك تطورات سياسية وقضايا هامة، فما هي توقعاتك لمرئيات البيان الختامي للقمة على صعيد كل ما تفضلت به؟ والله يعني أتوقع، بالرغم من أن يعني التوقعات في مثل هذه الأمور، تعرف أنت يعني الواقع الإقليمي الآن واقع صعب وتعتري ملفات خطيرة وتؤثر على، فلذلك ربما يكون التوقع يعني فيه شيء من الصعوبة، لكن مع ذلك يعني مسارات التحليل ربما ترينا أن قمة مجلس التعاون 39 هذه المرة ربما ستأتينا بمداخل جديدة، ليس فقط المداخل والأدوات المستخدمة حاليا، وإنما مداخل جديدة تتعلق بالدبلوماسية في مواجهة الأزمة اليمنية. ونحن نرى الآن أن المفاوضات في السويد قائمة، وربما قد تتوصل المجاميع المتفاوضة إلى حل بإعادة الدولة اليمنية إلى دورها العربي الفاعل. موضوع التوجه نحو التعاون والتوجه نحو العراق، توجد الآن تحركات في العراق نحو اتباع قرار عربي عراقي، يعني هناك قوى فاعلة في العراق الآن تؤكد أنها قد تحترم دول الجوار لأهميتها، لكن دول الجوار مطالبة أيضا باحترام دكتور العراقي والاستقلالية. نعم الدكتور خليل إبراهيم السامرائي أستاذ العلوم السياسية بجامعة العلوم التطبيقية، شكرا جزيلا لك.